معانا دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير مناخ في وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ربنا يخليك. مصر بتتأثر ازاي بالتغير المناخي؟ مصر دولة زي بقية دول العالم بتتأثر تأثر كبير بقضية تغير المناخ، وخاصة ان موقع مصر الجغرافي هو في منطقة صحراوية قاحلة يؤهلها بقوة انها تكون من مصاف الدول اللي للأسف الشديد بيكون تأثرها فيما يسمى بتغير المناخ تأثرات سلبية. حضرتك قلت في المقدمة ان موضوع تغير المناخ هو موضوع غير معني بمنطقة معينة على سطح الأرض، هي كل الدول بتتأثر، حتى الدول اللي كانت تظن انها في منأى وتظن بالدراسات وبالعلم وبالمعلومات انها في منأى عن آثار التغيرات المناخية أصبحت في قلب الحدث. نتكلم على دول معتدلة المناخ زي أوروبا. بس احنا شايفين في الخريطة دلوقتي، اسمح لي دكتور محمد، يعني الجزء الإفريقي اللي باللون الأحمر ده هو ده الأكثر تأثرا بظواهر التغير المناخي، رغم أنه مش هو المسؤول عن أسبابها. وده جزئية تانية مهمة وكتير من المشاهدين يعني تقريبا مش متابعين القصة دي، أن قد تغير المناخ ما هو إلا ظاهرة، مع أنها ظاهرة طبيعية ولكنها بسبب ممارسات معينة قام بها الإنسان في ستينات القرن الماضي لما زادت الثورة الصناعية عن اللازم. بدأ يبقى فيه تركيز لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. تركيز غازات الاحتباس الحراري لما زاد عمل ظاهرة اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي الظاهرة المسؤولة فعليا عن تغير المناخ. تغير المناخ بمعنى أن مناخ منطقة معينة زي شمال أفريقيا زي مصر، وهو المناخ المعروف بأكثر المناخات استقرارا على مر التاريخ، كل مناخات البحر المتوسط سواء في جنوب البحر أو في شماله، كل المنطقة دي كانت منطقة مناخ مستقر، عشان كده كل الحضارات كانت حوالين البحر الأبيض المتوسط، إلا أن بسبب تغير المناخ بدأت تبقى المناطق زيها زي مناطق كتير في العالم، بدأ يتغير شكل المناخ بتاعها. يعني ما نقدرش نقول على مصر يعني دلوقتي، يعني هل اللي احنا بنشوفه في مصر مثلا، احنا طول عمرنا نقول مناخ مصر حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، هذا هذا الوصف في مصر ما بقاش جاف، فهل تغير الوصف سبب اللي هو يعني سبب فيه، او السبب فيه هو التغير المناخي؟ هل السيول اللي بقينا بنشوفها كل شويه بسبب التغير المناخي؟ بالظبط كده، مناخ مصر، وصف مناخ مصر بانه حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، هذا الوصف تغير تماما، ولكن لم يتغير ممارسات الناس او حتى سلوك الناس فيما يخص المناخ، مهما كان من الناس سواء كان مواطنين عاديين او سواء كان مزارعين او سواء اي حد ليه تاثر مباشر بالمناخ. زي ما قلت لحضرتك ان الاكستريم ويذر اللي هي ظروف الطقس او التقلبات المناخيه الجامحه او تقلبات الطقس، ده جزء اساسي من تغير المناخ، لان متوسط مجموعة تغيرات الطقس لفترة طويلة من الزمن بتؤدي إلى تغير مناخ المنطقة، فبالتالي شكل وسلوك الظواهر المناخية. يعني دلوقتي في أمطار خريفية مبكرة ما كانتش بتحصل في مصر، كميات الأمطار اللي نزلت على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا كميات كبيرة، وصلت لمثلا لتراكمي 5 سنين. يعني معروف إن مصر كان 120 ملم في السنة، ده المتوسط اللي بينزل على السواحل، لغايه دلوقتي نزل اكتر من 300 ملي لغايه اللحظه اللي بكلمها حضرتك. كل ده بيأثر على الزراعه، كل ده بيأثر على الصيد، بيأثر على كل شيء، حتى بيأثر على الدنيا، قوت المواطن بشكل يعني في كل الاشكال، حتى بيأثر على البنيه التحتيه للمدن اللي ما كانتش مؤهله انها تستقبل كل كميات الامطار دي، سواء كان طرق، سواء كان صرف صحي، سواء كان تخطيط المدن وتخطيط الاحياء، ما كانش متخطط ان يبقى في كميات امطار بالطريقه كل الكميه دي. طيب الانسان بقى يا دكتور محمد، ده سؤالي الاخير سريعا لو سمحت، الانسان المواطن العادي، احنا مالناش دعوه بالحكومات والدول، احنا اصغر من ان احنا يعني نقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، هم اكيد عارفين. احنا بقى كمواطنين في بيوتنا في تعاملاتنا نعمل ايه؟ لينا دور علشان احنا نقلل من موضوع التغير المناخي وتاثيره؟ اهم حاجه للمواطن العادي ان يكون عنده وعي كبير جدا بموضوع المناخ، يعني نشرة الأرصاد أو نشرة المناخ دي تكون حاجة أساسية عنده يوميا، قبل ما يبدأ يومه يكون قبلها بيوم بالليل أو الصبح عارف كويس جدا المناخ بسبب التغير السريع والتقلبات المناخية السريعة. يعني ما ينفعش يطلع يروح شغل أو يطلع مشوار وينزل كميات مطر يفضل عالق في الطريق. دي أول حاجة بنصح المواطنين كلهم، تابع نشرات الأرصاد. الناس ما كانت زمان يقول لك ما فيش تغيير، ما كل يوم نفس الأرقام، لا دلوقتي بسبب المطر وبسبب الظروف الجوية دي أول بند،
للمواطنين والمزارعين في قلبهم، لان المزارع مش بيحافظ، مش مسؤول عن نفسه بس، ده مسؤول عن نفسه، مسؤول عن زرعه متعرضه للمناخ 24 ساعه في اليوم. فيبقى يتابع كويس جدا البيانات والمعلومات والنشرات الارصاد. تاني بند، احنا ما زلنا في فصل الخريف، الشتاء الحقيقي الفلكي هيبدا في خلال اسبوع من دلوقتي، ولكن دلوقتي في تذبذبات كبيره جدا ما بين حراره الليل والنهار تكاد توصل ل 14 و15 درجه. ده بيستدعي ان الناس تحافظ كويس جدا على نفسها، وبالذات الناس اللي بتاخر بالليل او الناس اللي بيقوموا الصبح بدري، يكون اللبس بتاعهم متناسب مع الفتره دي، لان للاسف الشديد الجو بالنهار دافئ وبالليل بيكون برد، بالليل بيبرد، فناخد بالنا فيه، فالناس تخلي بالها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزاره الزراعه.